لنا سؤال يا شيخنا من أم بكر، بتقول بتسلم على حضرتك وبتقول إن زوجها يعني كان المكان اللي هم عايشين فيه ما كانش فيه مسجد، فعمل يعني مصلى أسفل البيت دور واحد يعني، وبعدين بعد فترة حصل إن بني أمام بيتهم مسجد كبير. تمام. ثم الناس الجيران والأقرباء قالوا لي يعني يا أخي حرام عليك، بنتك عايشة في ظروف صعبة جدا ومتزوجة ومحتاجة بيت، يا أخي أنت المفروض أن أنت تدي لها البيت، واللي يحتاجه البيت يتحرم على الجامع، هذا ما يقال زي ما حضرتك عارف يعني. فهي بتسأل الآن ما حكم الشرع في هذا الفعل، لأنه قد حول المسجد مرة أخرى إلى بيت. طيب، تحريرا للمثال اللي دايما بيبني عليه الناس المسألة اللي زي دي، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، لا، في الحقيقة البيت وصاحب البيت ملك للجامع ولرب الجامع. هذا المثال لا يقصد به الجامع اللي هو المسجد، عشان بس الناس تفهم المثال. المثال ده كان يقصد به زمان لما كان بيخرج جامع الزكاة، كان بيبقى مكلف من ولي الأمر إن هو يخرج إلى الأسواق ويجمع الزكاة من التجار ومن الأثرياء ومن الأموال، فكان بيمشي ويقول جامع الزكاة سيأتي أو جامع الزكاة جاء، اسمه جامع الزكاة. فبدأت الناس تتهرب من الزكاة في صورة هذا المثال، اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع اللي هو جامع الزكاة يعني. جميل. ما احنا جعانين مش لاقيين ناكل. جميل. هنديله. جميل. يبقى جامع الزكاة وليس جامع الصلاة. جميل جدا. طيب، أقول لحضرتك يا شيخ معلومة كده تاريخية بس، قول حضرتك كان بيقعد فين الراجل ده؟ كان بيقعد على باب زويلة. أيوة صحيح. نعم نعم. فالشاهد إنه إيه بقى؟ نعم، لكن الجامع بيت ربنا سبحانه وتعالى، إحنا وبيتنا وعيالنا وهدومنا وأكلنا وشربنا ملك البيت الله عز وجل. أما هذا السؤال في الحياة فهو سؤال مهم. نعم. أحد الناس جزاه الله خيرا خصص الجزء من بيته لمصلى أو لمسجد صغير أو زاوية صغيرة يعني، ثم بني جامع كبير قدام بيته، وهو في حاجة، هو أو أحد أبنائه في حاجة ماسة لهذه المساحة التي كانت مخصصة لمسجد، فهل يجوز أن يستفيد منها استفادة خاصة؟ الإجابة نعم، يجوز للإنسان أن يحول البناية التي كانت مسجد إلى شيء فيه مصلحة له أو لعموم المسلمين، يعني ما يحولوش دكان يتاجر من خلاله، إنما يحوله شيء هو يحتاجه فعلا، كأن يكون مثلا بنته فقيرة ومحتاجة بيت تسكن فيه، فهذا أولى، خاصة أن في جامع كبير موجود في المنطقة يلبي الحاجة ويحققها. نعم. وبالتالي يجوز لهذا الأب أن يخصص هذا البيت أو هذا المكان. جميل. لسكن ابنته وسترها في هذا المكان. إذن لا شيء أعلى. لا شيء أعلى.